وها يوم النساء، كيف حالكم؟ اليوم رجعت لكم مقطع جديد طبعا أمونكس. معانا اليوم الحلوين مونكدل وصامولي وفزاعة مدري ايش اسمه، ما اعرف اسمه. ما اعرف اسمك، روح روح روح. هذا الغدار لو فاكرينه. وكمان معانا عمو بيسا، وبعرفكم على صحبتي اللطيفة الجميلة للمياو. وزي ما وعدتكم اني ألعب مع الأسطورة ديفا. هاي سلام يا جماعة الربا، كيف الحال؟ إن شاء الله أنكم طيبين. اليوم راح أكون، الآن راح أكون في الكيم الحي اللي تحت تبن، راح أقتلهم كلهم وأسوي نفسي مرة مسكين. كفو كفو أسطورة، أهم شيء تقتلي عمو بيسا. المهم إن شاء الله يعجبكم المقطع، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتدوا للمقطع لايك. وصل المقطع لي 50,000 لايك. صح نسيت اقول لكم، ايش رايكم في ملابسي الجديده؟ ما شاء الله. المهم يلا على كل منكدل، خش على المقطع يا وحش. اوكي عادي، مايك شغال. يلا يلا المهمات المهمات، يلا كلنا مهمات، يلا بسم الله. شوف شوف خزاعه ما ادري ايش اسمك، شوف شوف انا حقيقي. كفو اسمع، طب انتبه لي. ها تعال اوريك انا حقيقي، تعال. لا تكون انت قاتل، كيف اسوي ده؟ صعبه دي. اسمع انت قاتل؟ قولي والله. نعم. انت قاتل؟ ناندي كوري. ها تعالوا دايره دايره. امي مني وكيف الحال؟ الغدارين. طيب شباب قبل ما نبدا حاب اقول لكم الشيء اللي انا شفته، تمام؟ اوكي. انا وعمو بسه وصامولي والبنت المسكينه الكيوت هذه البيضاء كنا في الغرفه هذيك حقت القياده، لانه وجه الصاروخ فين يمشي، تمام؟ انا سويت المهمه حقتي، يوم خلصت وطالعت لقيتها ميته. قبل ما اسوي ريبورت قعدت اجري ابغى اشوف مين قتلها، شفت صامولي قدامي قاعد يجري ودخل في البنت، رجعت انا سويت الريبورت. انا ما كنت لحالي معك صح ولا لا؟ عمو بيسا كان معك صحيح؟ ايوه انا طلعت، ما لي دخل، انا طلعت قبل ما عمو بيسا يطلع. تمام، بس انا شفتك داخل البنت قدامي لحقتك انا. ما لي صوت عليه يسمونه. انا عندي تحليل، التحليل اقدر ابرئ ديفا في هذه القتله والسكيلتون، بس انا عندي تفكير ليش هذا بالصوره المايل. يمكن صار البلاغ وقت ما كان يحاول يدخل البنت، هو يدخل دخل بالشقلوب. والله تراها تحلل، بس هذا شيء ما هو مره مقنع، بس نركز عليه. طيب ممتاز عمو بيسا. يقول لك لما جيت خشيت معاكم، اوكي انا كنت قاعد الحق وراك صح، وكنا ماشيين مع بعض ومعنا صامولي، وانا داخل شفتكم متجمعين كذا، قلت خلاص اوكي خلينا نروح نسوي مهمه ثانيه لما انكم متجمعين، لانه ما كان عندي شيء بس كنت قاعد اخوف. ففجاه زي كذا جاء البلاغ. طيب انا بقول لكم حاجه، انا ما ادري عمو بيسا امبوستر ولا لا، بس لكن لو انه امبوستر كان سوونا دبل كل وارتاحوا من المشكله هذه كلها. فعمو بيسا انا ما اشك فيك، بس لكن اراقبك. لكن انت يا ياسر لحقتك وشفتك قدام عيني تروح للبنت كذا. يا عيال مو عشان لي هيكل عظمي تشوفني ميت. تراني اتكلم. خلاص اسفين، تراني اتكلم. كمل. انا رحت دخلت جوا هناك، تمام؟ فقاعد اسمع ديفا وبيكالولي قاعده تقول ها انت امبوستر، كذا قاعد تسوي. خلاص طقطق. بس ما هي امبوستر، ولا مدري ذكت هذه، فانا هذول الاثنين ضع منهم. انتم كذا. تمام. حلو، بعدين سمعت البني ادم راح، هو الوحيد اللي يتكلم، ومعناته ايش؟ هذول الاثنين شغالين يسوون تي 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 تي، يعني معناته 19. انت انا بحط الصوص على كل اللي عنده، كل واحد قال اللي عنده. طيب هذا وهذا. افا شباب صويكم. لا صويكم
واه واز ان امبوستر. كان كان محتال، كان قاتل. صح كلامك. شايف انا دخل بالبنت قدامي. اسمع خويو هلا. تخيل يطلع البسة. تخيل. تعال اظن عندكم اسكان صح؟ انت ايش عندك يا اكس؟ مهمة؟ خلاص خلاص لا في مهمة يا تستفرج عليكم ها؟ انا عندي احساس انه ديفا حتموت. امشي ونلحقها. الو عمو بسة، عمو بسة، انا اقول لك ايش اللي صار. قول اللي عندك. اوكي اللي صار يا شباب، كان يوريني الاسكان وكان يسوي اسكان حلو. انا سويت عليهم تمثيليه، قلت لهم عندي احساس انه ديفا حتموت لازم نلحقها، ورحت جريت وبعدين اتخبيت، وبعدين لما رجعت تاني لقيته ميت، وهذا دخل البنت وهرب. شفتيه قدام عينك في البنت؟ هو بس هم الاثنين كانوا لوحدهم. انا سبتهم. هو مين؟ اوديفا؟ هو لا هو اوديفا ما في. انا قلت لهم بروح ادور على ديفا ورحت اديتهم الامان. اوه وبعد... خشوع امان. ياب وهو عمو بيسا قتل، قتله عمو بيسا قتله. مو انا اللي قتلته. طيب اعطينا تبريرك. يعني انت وديفا، انت وديفا وال... لا ما ديفا ما كانت معايا، كنا انا وهذا حلو. هذا كان معايا حلو، كنا انا لحاله. هو حتى يقدر على كلامي يثبت انه انا وعمو بيسا هو كان معايا لحاله ما قتلني، والهيكل العظمي واكس، وكان هو يسوي مهمه، وكان شو اسمه يسوي الاشعاعات هذه. انا اشهد له، انا اشهد له. صح ولا لا كلامي؟ صح. طيب الحين اول حاجه قبل باعوري نخلي ديفا تبدي رايها. أنا كنت لحالي، بس إنه لما مات صامولي أنا كنت شاكة في هذا، لأنه كان يقول هذا القاتل هذا القاتل ويحاول يبرر نفسه، بس إني أنا كنت لحالي تحليلي إنه هو فعلا القاتل. نشوف أو إكس إم. والله هم الاثنين هذول أنا شاك بواحد منهم. أنا طلعت كأنت شاك يا بيكا يا عمو بسة صح؟ ايه. طيب الآن كل واحد يصوت، بس أنا من وجهة نظري اشوف انه عمو بسة ممكن يكون هو الامبوستر. سلام عليكم، سلم على اهل الفضائي وسلم على الفضائيين. مع السلامه. يلا يبا يصوت علي. حتشوف انا صوت. ايه حيصوت علي. لقد وقعت في الفاخه ايها القط. شوف الغدر كيف انقذتك بيكا. جلس تساعد حل شت كيف سرايك. هاي فايف هاي فايف. اول واحدة تضحوا انت والله. او ماي جاد. سوي 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 بطاقة ترارارا تنرنة تتن. عمو بيسا هيا اقتل. لا روح اقتل صامولي، اقتل صامولي. عندي مهمة هنا، عندي مهمة هنا. اساسا دام انه جمعنا اوكي، انا شاكك ديفا تمام. الو طقطق عليك. هذا انت فضائي؟ فضائي. انا كنت معاكم قاعد استعبل صح؟ ايوه. رحت الغرفة حقت الكهرب، دخلت لقيت في جثة، طلعت ناديت بيكا علشان تكون شاهدة اني كنت معاكم، ما كنت لحالي. ترى لعلمكم حتى السكيلتون مات. اثنين مو واحد. أوه. اللي مات. طيب الاثنين اللي ما كانوا موجودين صامولي وديفا. حرام عليك. أوكي. انا كنت احسب مهمة شافتني. دقيقة اوكي. انا من بداية الجيم شكيت في ديفا، تدري ليش؟ تعرف المهمة حقت الاسترويد وقفت عنده وسوت كده، بس ما طلع صوت ومشيت. طيب تفر في الغربيه. لا بلد بعدين بلد. انا ما اقول لكم انه هي اكيد، ما اقول لكم انه هي اكيد، لكنها مره سس مره ومشكوك في امرها. بما انه اتهمك برري. اول شيء انا جيت ابغى اشغلها، بس انه اليد حقتي مهنقه فما عرفت اشغلها، قلت بروح لمهمه ثانيه وبعدين ارجع لهذه. بس طيب ايش وداك عند الكهرب؟ صح قالت تعدي يوم رحنا. ايوه احنا لقينا الجثة هناك. مش تبريرك. انا دقيقة اسمعوني. لا انا كنت اسمعكم. مش قاعدين تسوون
انا كنت عنده هو كنت جنبا عند الكهرباء هو كان معايا ديبا مع السلامة يا سلام السلامة شركة ما كانت امبوستر اسمعوا اما هذا صوت علي ليش هو الوحيد اللي ما كان معاي شفتك تمشين لحالك انا لحالي وامنت انا ضايع دقيقة انا ضايع وامنت والله ترى صارت لخبطة كذا صارت لخبطة مرة بس كتب واحد امبوستر اللي باقي توقع انه كان خزائي الامبوستر مستعلاء يعني خرج يقتل خويه ما معلش معلش انا سويت ريبورت مره ثانيه اتوقع انه زياد اوكي لا انه قبل ما كلامه كله غلط ديفا مخمسات ترى كله كلامه واقعي انا كلامي واقعي يا صمودي لا احسك انا ديفا وخر يا فضائل اعطيك بوكس ارجع لك الجاذبيه ذولا الاثنين بيك اشوف انت شباب حنا قروبنا مع بعض او اكس ام انت فين كنت انا كنت هذه اللي تطبق عليها بعدين واحد عند المهمه اللي هو حق خوف تقيل الحين دقيقه فضائي انا عندي تحليل ليه ما تكون في الكهرباء يعني انا شويه عندي شك انك تكون قتلت وناديتني انا اصدق انه زياد قبل شوي سالته يقول قلت له مين قبلك كانت في الكهرباء قال انت قاعد ترمي اتهامات على كل انت انا شوف صراحه انا اصدق الفضائي تمام صح ف خلينا نسوي سكيب والقتل حيبان طيب. احنا كم اربعه خمسه احنا دحين يلا سكيب سكيب انا حسوي سكيب كل واحد يسوي المهمات حقته دقيقه عشان اثبت لكم اني مريء شوف المهمه اللي عندي اسمع دبل كيل يلا ليتس جو بسرعه بسرعه لا اشوف يا سريع تعال كمان كمان اكونت بوك هاي انا ما قتلت احد ما قتلت احد ما صراصك يا وسخه انت كيف انت كيف ما حد يشك فيك بسم الله في احد صرخ شكله في احد مات زياد وبيكا لحظة خلاص انت ما في طلع من غير نقاش نقاط تصويت الاثنين هذول شفتهم بالكاميرات انا شفتهم لا تفتري مرة واحدة على طول تعالي حط عينك بعيني احط عيني بعينك انا ما قتلت احد الا انت انا ما قتلت احد طب ايش بريرك شيك والله عندي مهمة صعبة في القتل انت القاتل انا شفتك انت انا شفتك انت انت قدامنا انا شفت او ماي جاد انا ما ادري هذا انت ولا انت ايش اللي هذا ها انا ما ادري شكله هلأ احنا شفناه خلاص انا اشوف المعدي يا رب يا كريم انك تصفه ديفا لا تصدقيه انا شفته هو اللي قتل اصبر دقيقة انا شفته هو يا ديفا وقاعد يتهمك انتبه اتهمني واتهمك في نفس الوقت انتبه عليها الغدارة دي انا صوت عندك القرار يا ديفا وتلاحظي لما ماتت الجثة اتهمك وبعدين اتهمني كان بامكاني اقتلك نمشي من اول حالة رحنا وجينا ومات اثنين ايوه تبى احد يدافع عنك وقاعد تتهمني بدون حاولت يا زياد حاولت انا غدار يا غدارة انت الغدارة تتهميني في الغدر وانت الغدار ها؟ ها؟
الو شفتها كذا تسوي في يده. انا قاعد انزل الكاميرا. لا 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 يا قدام، كنت فتح الكاميرا حقتي. عرفنا مين الامبوستر. تعال نقتل الزياد. سمعت. ايش هذا؟ يا كذاب اسئله دبلت يا هيو بيكا قدامي قدامي ما دبلت قدامي بيكا قدامي شفتك يا شريره. تراغ شاهدين عليك يا نوبه. انت لازم تحط الشاشه. ما دبل ما القمي ما دبل ما دبل. ما تحترمين الكهربائي اللي واقف قدامك. شوف اني كيف اخرب. شوف قاعد اخرب الاشياء. اخرب لهم من هنا تخربين. ايوه مو يقول لك القاتل يقدر حتى لما يموت يقعد يخرب. شوف الاستورج بقفل باب الاستورج. حبست حبست ديفا حبست ديفا وعبد الله وللمياو شو حبسوا مو عارف كيف يخرجوا. شوف اسمع الحين بشغل الرياكتر. ها يلا الحين نخرب عليهم الرياكتر كلهم هناك. انحبسوا وما حيقدروا يروحوا يصلحوا الرياكتر وممكن افوز. شو كلهم قاعدين يمشوا كلهم قاعدين يمشوا. ايش رايك فنانه. والله شوف شوفه بقفل لهم اللور انجن باب اللور انجن واللي فوق عشان لا يخرجوا. شوف بعوري يقدر يقتل واحد وقت على الاكسجين. ايوه ايوه اساعدها. ليش لا لا تسوي لا تسوي. يلا الاكسجين بخربه. ها خربت الاكسجين وما حد يهت الاكسجين. ها ياسر رايح يبي يصلح الاكسجين. شوف وراه البعوري. البعوري حيقتله. البعوري بيقتله. البعوري بيقتله. قتله خلاص. الاكسجين شغال. ها خربان. شوف شوف الاكسجين. شوف الاكسجين 11 ولا حد قاعد يصلحه. الوسخ البعوري. طيب كان يوم قفل البيبان كان قاعد يصلحه. اسمعوا 6 5 طالع طالع في الاكسجين. 3 2 1 فزت. يا وسخ والله انا ما شكيت فيك. شفتك قاعد تسوي. تعرف ايش قاعد اسوي؟ وانا هنا قاعد اخرب عليهم اقفل الابواب. قاعدين يشكوا في بعض. بيكا تلعب في السباتاج من هنا. ياب يمديها. يس ياب ياب. كنت اشوف انتوا فين تروحوا. شكيت فيه. هنا بيكا يا وايد. غش والله غش. انت ما انت قاتل؟ هدنة؟ تعال اثبت لك اثبت لك. خلاص اطمنت؟ كويس اطمنت؟ اسمع انا قصير. الله يغفر الله يا ليل. ثاني مرة الغدار يقتلني وانا اسوي الطق طق 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 هذي. يا اخي غدار يا اخي غدار بس يقعد يقتلني وانا فاكر فاكر لما اول قتلني؟ كيف اسوي هذه كيف؟ لا قتلني. ماما كان فلفلة؟ ايوه نفس القتلة قتلني هي. حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم. ضعيفة لطيفة. كذا وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى تكونوا انبسطتوا. صراحة أنا زعلانة شوية والله كثير. قدروا بكلهم. المهم اكتبوا لي تحت في التعليقات إيش رأيكم ومين أكثر واحد قهركم. وبس كان معاكم بيكا ليلي وسيانرا. باي باي. كلمة صعبة وتحداك تقولي بسيطة ما تستبطش هاش.